البداية من جريدة اليوم السابع صفحة 3، توافق مصري صربي على زيادة التعاون الاقتصادي. السيسي: الفترة المقبلة ستشهد مزيد من التعاون، ونرفض توظيف معبر رفح البري ليكون أداة لحصار الفلسطينيين. ده طبعا كان من كلمة السيد الرئيس، والرئيس أكد على أن مصر بتثمن التقاليد الثرية والتاريخ العريق لشعب صربيا، وتتطلع إلى مشاركة من التجارب المختلفة بين البلدين وتبادل الخبرات لصالح تعزيز السلام. ده كان خلال كلمة السيد الرئيس خلال المؤتمر الصحفي المشترك. خلينا نتكلم عن هذه الزيارة، زيارة مهمة جدا، هي الزيارة الأولى من نوعها من أكثر من 15 سنة. ويمكن كمان السيد الرئيس أشار للزيارة السابقة لسيادته كان في 2022، والطفرة اللي حصلت في العلاقات بعد هذه الزيارة. في الحقيقة زي ما ذكرتي، هي فعلا الزيارة جاية في توقيت مهم جدا بيتزامن مع مرور 116 سنة على العلاقات المصرية الصربية، وده نتج عن الزيارة. والأجندة بتاعت الزيارة كانت مليئة بعدد من الملفات المهمة، في بدايتها طبعا تعزيز سبل التعاون الاقتصادي وتوقيع عدد من الاتفاقيات، منها اتفاقية التجارة الحرة لتعزيز التبادل التجاري ما بين مصر وصربيا. وهنا حابب أشير إلى حجم زيادة الاستثمارات في المصرية وزيادة الصادرات المصرية في صربيا، وده نتيجة لزيارة الرئيس السيسي في عام 2022. يعني إحنا عندنا مثلا وفقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عندنا حوالي 30 مليون دولار قيمة الصادرات المصرية في عام 2023 مقارنة ب 10 مليون دولار في عام 2022. يعني إذن إحنا بنتكلم عن وجود طفرة في الصادرات المصرية لصربيا، دي نتيجة للزيارة الأولى للسيد الرئيس إلى صربيا في عام 2022. وأيضا هناك زيادة في التبادل التجاري بشكل عام ما بين صربيا ومصر، وصل لقيمة 120 مليون دولار مقارنة ب 104 مليون دولار في عام 2022. إن الزيارة دي كانت مليئة زي ما ذكرنا بالملفات، وكان في القلب منها طبعا تعزيز التعاون الاقتصادي، تعزيز التعاون ما بين مصر في مجالات السياحة، في مجالات الاتصالات، في مجالات التكنولوجيا المعلومات، التبادل وتنظيم تدريبات عسكرية مشتركة ما بين مصر وصربيا. وكان طبعا الملف البارز والأهم على اللي هو من ضمن أولويات السيد الرئيس وعلى أجندة الدولة المصرية، هو التطرق لملف القضية الفلسطينية وأيضا الحرب الروسية الأوكرانية، لأن تم التأكيد على ضرورة تحقيق السلام في أوكرانيا، إضافة إلى ضرورة وضع حل شامل وسريع وعاجل للتهدئة في فلسطين، ووقف المجازر، وعدم استخدام معبر رفح في إحكام الحصار على الشعب الفلسطيني، وضرورة أن يكون هناك استمرار للمفاوضات، ضرورة أن يكون هناك في حشد و ضغط دولي على كيان الاحتلال للاستجابة للمفاوضات وتحقيق الهدنة حتى يعيش المجتمع الفلسطيني وقطاع غزة في أمان وسلام، بعيدا عن المجازر اللي يوميا بنشهدها كل يوم، مجازر جديدة في حق المدنيين، في حق العزل. ووصل الأمر لضرب القطاع الدفاع المدني في قطاع غزة. أيضا نطمع بقى الفترة المقبلة بعد اللقاء الثنائي وما بين الرئيس السيسي وما بين رئيس صربيا لزيادة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة، زيادة جلب الاستثمارات وداخل مصر من صربيا وإقامة المشروعات، خاصة الدولة المصرية النهاردة أصبحت مهيئة ولديها مناخ جاذب للاستثمارات، وبتقدم تسهيلات وتيسيرات للمستثمرين من كل دول العالم.